بسم الله الرحمن الرحيم. يسألني سائل: شنو تمارين الإحماء الفنية؟ تمارين الإحماء الفنية هي تمارين تركز على الأداء الفني، ويستغل فترة الإحماء لتحسين الأداء الفني للاعبين، بس إحماء زائد فني. وكل المدربين بالعالم من الصغار الكبار يستخدموها، أنه يسمون الإحماء بالكرات بس. لكن شنو تمارين الإحماء باللعب؟ هذا السؤال الجوهري اللي وردني من أحد المتابعين. تمارين الإحماء باللعب هي التمارين اللي يصير بها لعب مجموعات صغيرة، وهي small sided game، مهمة، ما بيها شدة عالية، ما بيها توقيتات عالية، مساحات صغيرة جدا، ما تحتاج إلى سبرنتينج أبدا ولا إلى ركض سريع، وإنما تحتاج إلى تهذيب الأداء الفني في مناطق معينة من الساحة. سمعت ايش قلت تاني؟ في مناطق معينة من الساحة، كثير من المدربين يسووها بنص منطقة الجزاء أو بمنطقة الجزاء أو المنطقة المحصورة بين منطقة الجزاء وبين خط التماس، هذا المربع الهائل المهم، مناطق محددة تسمى ويصير بها لعب. أنا أعطيك نموذج بسيط على هذه دائرة الوسط، 3 ضد 3، وكل فريق عدة 3 حول الدائرة ساندين يلعبون بداية التمرين. بعد دقائق معينة من يعني تسخين بسيط، لأن هو هذا تسخين، يلعبون 3 ضد 3، وكل فريق عدة 3 ساندين حول دائرة الوسط. يحاول الفريق الحائز الكرة أن يستمر على حيازة الكرة بمساعدة اللاعبين 3 اللي خارج الدائرة، يعني احنا نقول على حافة الدائرة. اللاعبين داخل الدائرة يلعبون بشكل حر، اللاعبين حول الدائرة الساندين يلعبون بما يعرف بالفيرست تاتش، من اللمسة الأولى يلعبون، ويستمر التمرين. ما في محاضرات، شوف المدرب واقف مع الكرات ما يتكلم، توقيتات عند المدرب 3 دقائق، يطلعون اللي داخل الساحة يدخلون اللي خارج الساحة، 3 دقائق، يطلعون اللي داخل الساحة يخرجون اللي يدخلون اللي خارج الساحة، تبادل 6 يتبادلون. تعطي التمرين الثاني، التمرين الثاني نفس التمرين الأول، نفس التمرين الأول، لكن اللاعب داخل الدائرة، إذا نطل زميله خارج الدائرة، زميله الخارج الدائرة ما يقدر يرد للكرة، يردها لزميل آخر. 3 دقائق يبدلون، 3 دقائق، وهكذا. في هذا التمرين 10 متغيرات رئيسية وبيها أهداف وغايات، لكن التركيز كله ينصب على ما يعرف بالأداء الفني داخل الدائرة. الدائرة منطقة صغيرة، 3 ضد 3 راح يكون هناك مساحات ضيقة، وجود ساندين حول الدائرة يكون عون للاعبين الحائزين على الكرة لمساعدة اللاعبين المهاجمين على الاحتفاظ بالحيازة، لأن احنا نلعب لأجل الحيازة. فالوضعية الفريق المهاجم دائما راح تكون 6 ضد 3، لأن المدافعين خارج الدائرة ما يتحركون حتى يدافعون، لا، يبقون ثابتين بمكانتهم. كل من الساندين يبقى خارج الدائرة ويتحدد بحدود ويتحرك بحدود تقديم الإسناد 3 أمتار اليمين 3 أمتار اليسار. إذا جبت منظار ونظرت للتمرين وتوقيتاته، يعني سويت 3 دقائق وراحة،
يعني راح منين تجي اللاعبين يبدلون، فمستمر التمرين والكره ذا خرجت ما يطلعون اللاعبين يجيبوها ولا اللاعبين المجهزين، وانما المدرب يجهز الكرات. التمرين اداء فني بيراقي كثير، مناوله، اسناد، تسليم، استلام، استداره بالكره، سيطره على الكره، متابعه الكره، ملاحقه المنافس، الضغط على المنافس، كل شيء في هذا التمرين رغم صغر المساحه، لان هذا مجرد يعني يعجبني من احسن تمارين الحماء. في هذه التمارين المدربين دائما يعطون دقيقه للاعبين حره لاداء تمارين بدنيه حتى يكتمل الاحماء، رفع الركبتين، تقاطع الرجلين، دقيقه واحده بالراحه بالراحه بالراحه، ثم لعب تاك 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 دقيقتين، ثم دقيقة حركات متعلقة بإحماء جيد للجسم، فيكون هناك لعب ويكون هناك تمارين إيقاعية حرة يعملوها اللاعبين داخل الدائرة وحول الدائرة. هاي تمارين أشكال بيها كتب، يعني هذا يعني أنا هاي تقريبا 10 خيارات وراح أضعها بكتاب على تدريب الإحماء الفني باللعب داخل دائرة الوسط، وراح أطور تمرين ثالث، تمرين رابع، تمرين خامس وسادس وثامن وتاسع وعاشر بأشكال مختلفة. وكل المدربين كل المدربين بدون استثناء يعملوها في مربعات هاي، وهو صح وليس خطأ. لكن أنا قلت التمارين اللعب الفنية لفترة الإحماء تنفذ في مناطق معينة من الساحة، هاي منطقة الوسط المركزية يحتاج هيجي نوع هكذا نوع من التمارين. بعض الأحيان أتكلم لهجة عراقية لأن أحبها، هيج ما في اللغة العربية هيج، هيك لبناني يقولون هيك هيك، عندنا لبنانية تقول هيك، ما أقول أنا أقول هيك، يلا عرب شغل زين. فاحنا على هذا النمط من ال 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 الهيك التمارين نستنسخ تمارين اخرى في ارجاء معينه من الساحه، تكون 4 ضد 4 بدون ساندين، يكونون ساندين جوا، لكن مناطق صغيره لا تحتاج الا الى التاتش، اعيد التاتش يعني اللمسه، نطور لمسه مع الكرة. هاي هي تمارين اللعب في فترة الإحماء، اللي يعني هي جزء من فترة الإحماء وتبدي باللعب، وهناك فترات توقف يوجهون اللاعبين بتنفيذ حركات إيقاعية حرة لمختلف أجزاء الجسم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله الأسبوع القادم أنا في بغداد، نشوف الأصدقاء ونشوف أشياء كنا نحبها وفارقناها لمدة 20 سنة. أنا موفق المولى، شكرا جزيلا لكافة الأصدقاء.